انا كنت الصباح كنت ناعس، فقت من هنا بغيت نمشي نجيب الفطور، خرجت بانت لي العافيه شاله، درت هنايا باغي نصوني على شي واحد ما ستلم نصوني، كانت الهوندا واقفه هنايا ما ستش باش غادي نحلها، قلت درت سير ودخل حليتها، حيت الهوندا صافي، مني جاو البون بيا جاو صافي هادشي لي. خمس تقريبا يعني تقريبا مع شي 8 بحال ما هكا، 8 وشي حاجه بحال ما باش بدا هادشي. كان هنا كان العود لا في راي، كان شله هنا، كان شله من هناك تخربي، كان شله لا في راي. المهم حنا حيدنا هادشي هذا، خرجنا ونقدنا شويه، لا والو، المراه كانت ناعسه لداخل، مشي جريفه هي اختها خرجت صافي، اللي عطى الله عطاه. انت يعني كنت بين يعني الاسباب اللي خلات الحريق ما عرفش. المهم هادشي الدراري لداخل، هادشي وقع الدراري لداخل، ما فهمتش انا دابا هادشي كيفاش، واش شي حاجه لا والله اعلم. جا خويا في الصباح انا جاي نخدم، لقيت العافيه شاعله تقريبا هنايا، ما عرفنا خويا شنو شكون اللي شاعله هنا تقريبا. ماشي تقريبا نص تقريبا، ماشي 8 تقريبا بحال هكا. واش وقع بالضبط يعني؟ واش يعني اندلعت غير في العود فقط ولا كاين شي اخرى؟ كاين اشياء اخرى، كاين لا فيراي وكاين العود وصحاب بلاستيك حدانا انا تقريبا. واخا بالنسبه لهاد يعني لهاد الحريق هذا، اول مره كتشعلوا؟ اول مره يمكن اول مره. من بين الخسائر اللي كاينين تقريبا غتكون شي 150 مليون تقريبا هنايا، حيت هنايا راه قدام الدراري هنا. كاين لبنان كيما سمعنا ساكن هنا. تقريبا ساكنين الدراري هنا، خدامين وساكنين هنا. الحمد لله ما كاين حتى خسائر بشريه. لا ما كاين حتى واحد الحمد لله. واش الطلبات ديالكم انتم؟ الدراري فين مشى؟ حنا اش غنديروا؟ بغينا شي شعوايط تقريبا هنايا صافي، هادشي اللي كاين، حيت راه تكرفصوا الدراري هنايا. دابا ما كنتش حاضر انا، هذا هو المشكل فهمتي، ما كنتش حاضر، يلاه جيت، هذا هو اللي وقع لنا مشكل فهمتي. واخا شنو وقع يعني الخسائر اللي مشات لك؟ دابا انا داكشي وقع لي في محلي انا عارفه، والمحل دخلنا كل واحد ومحاله. هضرنا على المحل. والمحل اش غنقول عليه انا؟ داكشي اللي قلت لك شنو نقول لك؟ قلت لك مشات لي شي 13 مليون مشات لي. 13 مليون اللي مشات لك؟ سلعه ومخالطه، العافيه انا ساكت كل شيء، اش غنقول لك؟ ما عرفتش الاسباب ديال العافيه. وما عرفتش، تغوت عليا الناس صافي، العافيه شدت انا، تغوت عليا واحد الدري من السوق صافي، غوت على جاري قال لي العافيه، انا ما صدقتش، غوت عليا ذاك الدري جاري عبد الله صافي، وانا نجي بحال هذا صافي، قلت ليه شابين شات عيط، علاش؟ كاين ضلاتيت، كاين الزيت، كاين فهمتي، كاين بلاستيك، شد العافيه من الطاق وناعش، وبنا دي عشوائي ماشي الحمد لله، رجال جاو في الوقت المناسب. الحمد لله الحمد لله. كاين خسائر بشريه؟ لا بشريه ما كاينش، لا ما كاينش. ما بين المتطلبات ديالكم سير لي نتمنوا الخير ان شاء الله. سير لي كاين بالنسبه لي يعني هاد المنطقه هادي، واش اول مره غتشهد هاد الحريق هذا؟ اول مره.